الاستفتاء مثل الدولة المدنية مثل الجمهورية. كلام حق بهذا الوقت أحيانا، بمعنى أن الاستفتاء إذا لم تكن مثل الانتخابات، إذا لم تكن عندك حرية في الوصول إلى الناس، إذا ما عندك حرية في معرفة من هم هذا الناس، من هم المواطنون، من هم المستوطنون، من هم المجلسون، فيستطيع المتحكم في الاستفتاء أن يخلق أن يصل إلى النتيجة التي يريدها. يكون الاستفتاء ممثل للإرادة الشعبية عندما تكون آليات الاستفتاء، آليات المصوتين، اختيار المصوتين، تحديدهم وقياس نتائج الاستفتاء في يد أمينة. ونص الاستفتاء ونص الأساس يعني في خطر من أن نعلق كل هدفنا على الاستفتاء، وبعدين نصل أن اللي يضع قانون الاستفتاء وسجلات الناخبين هو أحمد عطية طلع.